ويا صباح الخير، جيتكم اليوم بفلوق هادي وبسيط إن شاء الله يعجبكم. وفطور اليوم كافي زائد كورنفليكس. ودايما احب افطر وانا اتابع فلوقات او افلام بسيطة. تقريبا الساعة 10 الصباح وقررنا نطلع طالعة أنا وأختي، وتعتبر هذه أول طلعة لنا بعد ما فكوا الحظر من بعد العيد. بصراحة مشتهين مشروبات باردة، وخططنا أننا نروح كريسبي كريم. بصراحة شعور غريب، وخاصة مع ضوء الشمس تعطي تأثير مرة حلو. والله اشتقنا للطلعات الصباحية. وصلنا، في هنا صيدلية حابة أخذ منها معقم سبراي. للأسف طلع ما عندهم، والآن رايحين لكريسبي كريم.
هلا والله، من زمان مشتهين القهوة من عندهم وحابين ناخذ لنا دونات. ايوه هذا الطلب حقنا. واخترت المشروب كراميل مكياتو بارد. وأخيرا وصل مشروبي. شوفوا شقد منعش ويسرسح. واقفين هنا ننتظر السواق. والآن راجعين للبيت. وجلسة تصوير حلوة للمشروب والدونات. ودوناتهم مرة فرش وقطن قطن تهبل طعمها. وبعد العصر يجي وقت الشغل والإديتنج للفيديو الجديد، وما أروق إلا مع كوب شاهي. والآن العشاء مشتهية برجر، فاضطريت أني أسويه في البيت لأننا ما صرنا نطلب من المطاعم كثير هالفترة. ودلع نفسي شوي. هالأكياس شريتها من جولي شيك، مرة حلوة للساندويتش. وهذا البرجر مع شوية بطاطس وكولا. صار عشاي جاهز.
ومع الأكل راح أتابع لي فيلم. طبعا اخترت فيلم مولان الجزء الأول. مجنون هالكلب. هذا كركة الحظ. وتصبحون على خير وأحلام سعيدة. لا تنسون الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس.